نعود مرة أخرى إلى بيان هيئة علماء المسلمين حول الموصل والأوضاع إليها، وانضم إلينا مجددا الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في الهيئة. أهلا بك مرة أخرى دكتور. حياك الله دكتور. كنت قد سألتك ما الذي يمنع من أن تعطي الحكومة المزيد من الاهتمام لمدينة الموصل؟ هو ليس إهمال، يعني لا نقول أنه لا يوجد اهتمام وإهمال، بل هو إهمال متعمد ليس تقصيرا، بل حرب يراد بها الانتقام من هذه المدينة والانتقام من أهلها، كما صرح قادة الميليشيات قبل الحرب على الموصل وبعدها، ولا تزال الممارسة تستمر بحق أهل الموصل، لأنه الغاية من ذلك كما قلت قبل قليل هو الانتقام منهم واستنزاف هذه المدينة واستنزاف أهلها. لذا نحن لا نقول هنالك تقصير، بل هنالك تعمد في الإساءة إلى المدينة، وللأسف من يمثل هذه المدينة غالبهم منشغل بتقاسم مناصب وتفتيح أماكنهم وتقاسم كما يقولونهم أنفسهم. البيان أشار إلى وجود عمليات ابتزاز ومساومة من قبل الميليشيات للسكان المحليين، هل لك أن توضح لنا هذه الفقرة؟ يعني الابتزاز له مشاهد صور كثيرة جدا، سواء كان على مستوى المحلات التجارية أو الشركات الصناعية أو حتى على مستوى الأهالي، فهنالك العديد من الأهالي مثلا يريد العودة إلى مسكنه أو إلى وظيفته، وربما تساومه هذه الأجهزة الأمنية والفيشات المرتبطة بها وغير ذلك على وضعهم الأمني، بل هنالك مساومات وتهديد لبعض الأهالي، إما أن يدفعوا الإيتاوات وإما أن يتم اختطافهم أو اعتقالهم، والتهمة كما نعلم هي جاهزة لكل من يمتنع عن ذلك، وهي قضية الإرهاب التي باتت شماعة يتعلق بها هؤلاء المسيئين في الموصل وفي غير الموصل بالتأكيد. الناس في لبس من قضية النزوح، فالحكومة تتحدث عن قرب إغلاق الملف بعودة المهجرين إلى مدنهم، بينما البيان يتحدث عن موجة نزوح عكسية، أين مكمن الحقيقة دكتور؟ نعم، هنالك عقب الانتهاء او الاعلان عن انتهاء المعارك عاد العديد من الناس الى الذي يستطيع طبعا الى بيته، الذي بيته لا يزال موجود، وبقي في المخيمات العدد الذي لم يستطع العوده بسبب انه لم يعد له مأوى يؤويه، بسبب كما قلت ان الدور وكثير من المحلات قد سويت بالارض. لكن في هذه المده الاخيره بسبب هذه المضايقات وبسبب هذه الابتزازات وبسبب الكثير من ما لحق أهالي هذه المدينة وغيرها طبعا بالمناسبة من المدن الأخرى، أيضا بعض المدن الأخرى يتعرضون لما تتعرض له الموصل، لكن الموصل اليوم ربما بشكل كبير جدا، اضطر هؤلاء الأهالي إلى العودة مرة ثانية وترك هذه البيوت وهذه المنازل على ما هي فيها من نقص ومن نقص في الخدمات، او حتى البيوت المدمره جزئيا تركوها وعادوا الى مخيمات النزوح التي ربما يشعرون فيها على الاقل بالامان، رغم الحاله الماساويه التي تشهدها تلك المخيمات من نقص العديد من مستلزمات الحياه والمعيشه الكريمه. ما هي المخاوف من تفاقم الاوضاع الانسانيه والامنيه في مدينه الموصل وغيرها من المدن المستعده؟ الكارثة في العراق كارثة كبيرة، ولكنه لنقل اليوم نتكلم عن الكارثة الإنسانية. هنا اليوم مدينة كبيرة مثل الموصل، ثاني مدينة بعد بغداد، 4 ملايين نسمة فيها، انعدمت فيها البنية التحتية، يعني المجاري اليوم على سبيل المثال المجاري اليوم يعني مدمرة تقريبا تدميرا كاملا في بعض الأحياء، ولذلك مقبلون أو بدأ الشتاء وحينما تنزل الأمطار الغزيرة والسيول وغير ذلك، فبالتأكيد أول كارثة ربما يتعرض لها هؤلاء الناس هي قضية الغرق وغرق ما بقي من بيوت موجودة وأملاك وغير ذلك. يعني هذا جزء من الكارثة والكوارث عديدة كما قلنا، ونسأل الله تعالى أن يلطف بالموصل وأهلها وبقية أبناء الشعب العراقي. اللهم آمين. مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.